كنتواجدوا بالبليده مقر الاقامه ديال الفريق حسنيه اكادير. الامور كلها على ما يرام. نذكر بانه صباح اليوم كانت حصه تدريبيه رسميه لملعب مصطفى تشاكر بهنا بالبليده واللي يعني عرفت حضور جميع اللاعبين. الامور كلها يعني دازت بشكل جيد. غير نذكر بان الحصه كانت مقرره تكون مع 8 ديال العشيه لان الماتش ان شاء الله غيكون غدا مع 8 ديال الليل. ولكن محمد فخير فقرر انه يبرمجها مع 10:30 ديال الصباح. الحصه كما قلت تميزت بوجود جميع اللاعبين كانوا حاضرين، كذلك يعني الارضيه ديال الملعب واللي يعني كنا يعني سولنا فيها محمد فخير حول يعني الارضيه كيفاش دايره، فاجاب بان الارضيه والطريقه باش كتمشي الكره فوق العشب يعني كتبون بشويه، فهذا كيدل على انه كاين هناك بعض البلايص في التيران اللي وسط العشب اللي يعني ما عامرينش مزيان، وبالتالي فالارضيه كذلك ماشي ما عندهاش واحد الجوده كبيره. ابار هذا الشيء كامل فهضرنا كذلك على الغيابات، وهضرنا على ثلاثه الغيابات اللي كانت مهمه ديال فريق الحسنيه، والامر يتعلق بكل من سيسي مالك سيسي لاعب السنغالي اللي يعتبر يعني واحد من الصفقات ناجحه في الموسم هذا في البطوله، كذلك الغياب ديال الفلسطيني تامر سيام اللي كان تصاب مع المنتخب الفلسطيني، بالاضافه لبسيي المدافع الايمن ديال فريق حسنيه اكادير. بالمقابل كاين مجموعه من اللعابه اللي رجعوا من الاصابه، كل من نعوبي الله، كل من كذلك ايوب الملوكي، يعني كلهم لاعبين اللي قدروا يرجعوا من الاصابه، حفيظ الملكي، كلهم لاعبين الان حاضرين بامكان محمد فاخر ونعتمد عليهم. فهذا الماتش هذا الجديد في هذا النهار هذا هو انه وسيرتو في الصباح يعني كان مستجد، هو انه محمد فاخر بامكانه يجلس في كرسي الاحتياط ديال فريق الوداد ديال فريق حسن اكادير عفوا. فنذكروا بانه يعني محمد فاخر يعني منذ المجيء ديالو لحسنيه اكادير فكانوا جوج ماتشات الاولين سواء امام فريق المغرب التطواني اللي كانت تلعب بالخميسات، ولا كذلك الماتش الثاني اللي كانت تلعب ضد انيمبا بملعب ادرار بمدينه اكادير. فاللي كان جالس في البونتوش هو مصطفى اشريف اليوم يعني في تقريبا مع ديك تسعود المسؤولين ديال فريق حسنيه اكادير بما يفيد بانهم بامكانهم يعتمدوا ويكون جالس محمد فاخر في البونتوش، يعني غيظهر لاول مره في البونتوش ديال فريق حسنيه اكادير. من جهه اخرى فاليوم مع الخمسه غادي تكون ندوه صحفيه غيحضروها المدربين جوج لفريق على المدرب ديال فريق بارادو، ولا كذلك محمد فاخر غيحضروها كذلك جوج لعابه من كل جانب. غنتقربوا يعني كذلك من الاجواء وكذلك غنسولوا المدرب ديال بارادو يعني كيفاش داير الاجواء عندهم وكذلك كيفاش كيوجدوا وكيفاش كيبريباريو لهذا الماتش هذا. نذكر بانه ماتش غيتجرى كما قلنا بالبليده، يعني ماشي من المنتظر انه يكون واحد الجمهور كبير اللي غيحضر لهذا الماتش هذا، على اعتبار انه هذا الفريق ديال بارادو فريق حديث العهد، كذلك حديث العهد بالمشاركه الافريقيه اكاديميه، يعني ما عندهمش جمهور كثير، الجمهور ديالهم يعني كنحسبوا بالعشرات ديال الجماهير اللي عندهم، وبالتالي ما يمكنش نشاهدوا جمهور كبير اللي غيكون. بالمقابل فكاين تقريبا جماهير ديال حسنيه اكادير تقريبا كنظن كاين واحد 50 واحد اللي غتكون حاضره واللي جات واللي يعني سافرت الى الجزائر. كاين كذلك بعض الجماهير المتعاطفه مع فريق حسنيه اكادير هنايا بالجزائر ممكن اننا نشاهدوها وتكون حاضره، بالاضافه للجاليه المغربيه اللي اكيد غادي تكون حاضره وغتساند الفريق ديال حسنيه اكادير.